السلام عليكم الناس الكل. اليوم نعمل التشكيلة نتاع نادي الافريقي سيزون 2021-2022. اذا تشكيلة معناها تنجم تتبدل على خاطر مازال الميركاتو ما تسكرش، دونك نجم يجيو جورج جدد. باهي، نبداو الحاجة بالجارديان. الجارديان اختاروا معز حسن. معز حسن حارس انترناسيونال دولي، هو ترانسفير جديد جينا من بريست الفرنسي، دونك حارس ممتاز ونجم يعاوننا برشا، نجم يعاون. دونك حطيته هو الجارديان نمرو ان في التشكيله اللي عندنا. نمشيو لمركز الظهير الايسر، وين نلقاو نبيل العماره 28 سنه، تزيري ترانسفير جديد جينا من مولديه الجزائر، انترناسيونال في كيب المحليين، نتصوري نجم يعاون برشا سيرتو في معنى طويل، قامة طويلة، طول 1.89 متر، نجم يعاوننا برشا. دونك نختاروه هو في مركز الظهير الأيسر. نمشيو توا قلوب الدفاع، ونلقاو بلال عيفة من الركائز الأساسية في الفريق على الموسم اللي عداه، عدى موسم ممتاز جدا وعودة من بعيد. دونك لازم نلقاو بلال عيفة في التشكيلة نتاعنا. نمشي لقلب الدفاع الاخر، ونلقاو ندى الغندري اللي رجع عام السنه زاده في ترانسفير ليبر، كان في بلجيكيا وفي بلغاريا، ملي خرج من النادي الافريقي ملي كان يلعب بيفو معناه، ولا يلعب في الاكس في بلغاريا، يلعب في الاكس في بلجيكيا، يلعب في الاكس. قامه طويله ما شاء الله، معناه 1.97 متر، دونك نستحقوه برشا في قلب الدفاع. دونك ندى الغندري باش يكون معنا في التشكيل. نمشي لتوا المركز الظهير الايمن، ونلقاو حمزه العقربي، بما انه منتصر الوحيشي الى حد هذه اللحظه معناها مازال ما تدبش ظهير ايمن، دونك نلقاو حمزه العقربي زاد الموسم اللي فات، عاد موسم ممتاز، ومعناه يبقى حمزه العقربي معناها فالور شير في النادي الافريقي، دونك نلقاو في التشكيله نتاعنا. نمشيو للوسط الميدان الدفاعي البيفو، ونلقاو لاري العزوني زاد جانا ترانسفير جديد، ترانسفير ليبر من البرتغال، لاعب ممتاز جدا، نعرفوه في الكيب ناسيونال، معناها بيفو بصراحة ممتاز، حتى تفرج في فيديوهاته تكلوات صحاح، يخرج كورة مليح، زاد عنده الفراب، نستحقوه برشا في مركز البيفو. دونك لاري العزوني معنا في التشكيلة. نمشيو توا لوسط الميدان، وين نلقاو رودريغ كوسي لازم يكون موجود معنا في التشكيلة على الموسم الممتاز اللي عداه الموسم اللي فات، معنا فالور سور كاسح برشا، يخرج زاد كورة مليح، يلعب معنا تحت الضغط، ملاعب ممتاز ودولي، دونك باش يكون معنا رودريغ كوسي في التشكيلة. نواصلوا في وسط الميدان، وين نلقاو أمادو سابو ترانسفير جديد جانا من السي بي انترناسيونال من نيجر، يلعب في برشا بوستوات بصراحه، يلعب ميليو، يلعب روليور، يلعب ريجيسور، ملاعب ممتاز معناها بصراحه، يخرج الكره مليح، عنده الفراب، يعمل مهام دفاعيه ومهام هجوميه، ولكن اليوم مش نستحقوا اكثر في المهام الهجوميه، بما انه في المهام الدفاعيه نستحقوا اكثر مع لاري العزوني ورودريكو سي، دونك اما دو سابو نستحقوا في المهام الهجوميه، دونك اما دو سابو معنا في التشكيل. نمشيو للهجوم، ونلقاو علي العمري كإلي جوش. علي العمري جانا ترانسفير ليبر من اتحاد طرابلس الليبي، نعرفوه الناس الكل وقت اللي كان يلعب مع مستير. علي العمري ملعب بصراحة في مستير ممتاز، ملعب رابيد برشا، ملعب معناها جارح بلغة الكرة، يتحرك ياسر شير ترا، ونستحقوه برشا. دونك علي العمري إلي جوش، ونذكر زاد اللي علي العمري بخلاف لي جوش ينجم يلعب كرأس حربة، ونجم يلعب كإلي دروا، معناه متعدد المراكز، جوكير في الخط الأمامي، نستحقو برشا مراكز ولكن نستحقو كإلي جوش أكثر. نمشيو للإلي دروا، ونلقاو عبد النور إيهاب بالحسيني جانا من نادي الوكرة القطري، ملعبي بصراحة معناها ممتاز، ملعبي هداف كان مع فريقه في الجزائر، ملعبي يلعب الساق اليسرى. إذا نحطو عبد النور إيهاب بالحسيني كإلي دروا في التشكيلة نتاعنا. للحظة هذه مازال ما جبناش افون سونتر، دونك نعمل على ياسين الشماخي كرأس حربة. ياسين الشماخي بصراحة يبقى ملاعبي ممتاز، ملاعبي نعمله عليه في مركز افون سونتر، وان شاء الله يقدم الإضافة.
إذن هذه التشكيلة متاعنا بطبيعة، معناها المسؤول الأول والآخر على التشكيلة هو منتصر الوحيشي، ولكن هذا مجرد رأي متاع محب. نفكر إنه الحلقة تصورت نهار 10 سبتمبر ومازال في الميركاتو 5 أيام. الحق معناها مازلنا ناقصين ظهير أيمن ورأس حربة. إن شاء الله معناها منتصر يتفاهم مع جوهرات، وتو ما عليك نقولكم في الأمان، ونتقابل في فيديو جديد.